كتير مننا بيتكلم عن الخير وعن الانتاج وعن الزراعة، كتير مننا عنده حلم ان هو يشوف ارضه منتجة ويشوف بلده ناجحة في المجال الزراعي، لان ده الامن القومي الغذائي. لما نيجي نتعلم او نتعامل مع الاراضي الصحراوية محتاجين نوع من الدقة في استخدام الاساليب الحديثة والعلم. من اهم المشاكل واكثرها اللي بتقابل الفلاح في الاراضي الجديدة مشكلة نسبة او ارتفاع نسبة الملوحة في المياه وفي التربة. ابتدينا نتابع مع حضراتكم في برنامج اسأل مجرب مردود استخدام تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي، ازاي ان احنا نقدر نتغلب على هذه المشكلة نزود الانتاج. من برنامج اسأل مجرب هننزل وهنتابع النهاردة على لسان المزارعين، نشوف الفراولة من المحاصيل الحساسة جدا للملوحة. النهاردة انا هتكلم معاكم عن فراولة مزروعة على نسبة ملوحة 1500. اهلا بكم. الفراولة من المحاصيل اللي بتحتاج عناية، يعني أنا شايف إن إحنا الزراعة داخل الأنفاق محافظ عليها بتتابعها العمالة. قصة الفراولة، أنت بقالك كام سنة بتشتغل في الفراولة؟ يعني الفراولة بنزرع فراولة من حوالي من سنة 98 يعني، ما شاء الله. بس يجي هنا الأراضي، هنا الأراضي هنا نسبة الملوحة عالية فيها. أنا ليا أرض في أبو الخوك، فالأرض المية كويس، ففي ما فيش مشاكل كانت بتقابلنا. وليتها كانت كام تانية؟ كانت 260 لحد 300 مليون. 260 300، يعني معتدلة، يعني تعتبر مياه معدنية بالنسبة لنا في المنطقة هنا. كانت الفراولة انتاجيتها عليها كويس. انت جاي مية يعني من 95 ل 100%. ما جيت بقى هنا بقى ايه الاخبار بقى؟ هنا بقى قابلتنا اول مشكلة، هي مشكلة المياه دي. يعني انا ما دقيت بير واثنين وثلاثة واربعة، لاخر بير ده دقيته برضه حوالي 120 متر، برضه الملوحه معانا 1500، من 1400 ل 1500، عاليه عاليه جدا، لان محصول الفراوله لازم يكون يعني اقصى درجه في الملوحه 600. من 600 من 1500 ما اكتشفتش الموضوع غير بعد ما زرعت، اتورطت في الزراعه خلاص. فبدات بقى مش عارف الخساره هتعدي بتاع 300 الف جنيه شتلات. واسم ايه ده؟ ولا وخدمه الارض، خدمه الارض. وبعدين ظبطت حالي ان في زراعه وفي حاجات مبنيه على كده كتير. فجيت اتصلت باكتر من زميل لحد ما بين استاذ محمد سعيد في شركه اسمها شركه اللولو، قال لي في دكتور في اسكندريه عند بيقول في جهاز عنده بتاع دلتا ووتر، الجهاز ده بيكسر الملوحه، بيفتت الملوحه، مش عارف النظام بالظبط. فقلت له خلاص هتصل بيه واعرف الاخبار بالظبط. اتصلت بيه قال لي ضمان، وزراعتك انت عندك ميه كام؟ قلت له 1500. قال لي طب الماسوره بتاعتك القطر بتاعها كام؟ قلت له 4 بوصة. قال لي يبقى الزمك جهاز دلتا ووتر مقاسه قد كده 4 بوصة وهيشتغل معاك. طبعا غرقان، فلازم تمسك في اي شيء. ده كان من اول موسم زرعت فيه هنا؟ ده هو اول موسم، ده اول موسم، اول موسم ازرع في الارض دي. طب وانت في بدايه الموسم يعني حسيت بايه خلاك تبتدي تدور على حل؟ يعني انت جبت الشتلات وابتديت تزرع؟ بدات ازرع ولقيت النبت بدا يظهر، بقت كويس تمام. لكن لما لقيت الملوحه زادت بقى قلب الغرزه ده، لو حد يشوفه القلب ده بيتحرق، بتاع الغرزه نفسه ما بيطلعش، بيتحرق. فلما بتحرق مع قعدنا نلف، رحت المعامل، حللت عناصر، لقيت نسبه الصوديوم عاليه جدا. كلمه واحده او جمله بسيطه، رايك ايه في جهاز معالج المياه المغناطيسي بعد ما استخدمته وجربته في ارضك؟ عن تجربه، اللي عنده ملوحه اكتر من 600، لان الفراوله ما بتحتاجش اخرها 600، يجيب جهاز دلتا ووتر، وحسب البير اللي عندك بقى بالبوصه بتاعتك انت براحتك. انا بنصحكم عن تجربه، وانا ما بكدبش على حد لان ما يخصنيش، لان دي انا عارف تعب فلاح. الفلاحين، انت راجل فلاح، عارف تعب الفلاحين. الجهاز ده راكب عندك بقاله قد ايه؟ يعني راكب من يوم 14. لا ده احنا هنا بقى 14، واحنا النهارده بنتكلم في 13 11، فانت 13 12، فانت في خلال شهرين النتائج بنت؟ طبعا الحمد لله، هي النتيجه ظهرت فعليا يعني، وتاكدت وعلى يقين بعد 20 يوم. لكن قبل كده كنت في تدريجي، بس خلاص اطمنت بعد ال 20 يوم. ده 20 يوم فتره قليله جدا. هي قليله اللي يسمع 20 يوم، لكن الفلاح اليوم عليه بسنه بالنسبه للملوحه اللي احنا فيه. عشان قاعد قلقان. ده قاعد متوتر، زرعت السنه هتضيع، ومبني عليها حاجات كتير. يعني المشكلة كانت موجودة وزرع يوم 14،
وركب الجهاز. يعني الجهاز ركب 14 والزراعه 12 10 زرعتها يعني 12 10. تمام. فاحنا النهارده في خلال شهرين حلينا المشكله وبقى عندي محصول. هو ده محصول الفاصوليا. هنا في نموات في الارض هنا. في نموات اهو. اهي القرون بتاعت الفاصوليا. عندي نموات. وهي في الوقت ده انت قدامك قد ايه على الجمع بقى؟ يعني قدامي بتاع 15 يوم. 15 يوم تكون حملت اكتر كمان. تمام. لسه قدامها فتره. خلاص هتطيب خلاص كده. التسميد بتاعها اخباره ايه معاك؟ لا ما يعني تلت تسميد الفاصوليا دلوقتي. ما عطتهاش تسميد كتير لان انا بروي الميه بتظهر معايا. لان في الزرع مش محتاج. انت عارف معنى الكلام اللي بتقوله ده ايه؟ طبعا. تلت تسميد؟ تلت تسميد الفاصوليا. يعني كان المفروض واحد قريبي بيقول لي الفاصوليا ديت انت تنزل لها فدانين هياخدوا منك مثلا 9 شكاير بوتاس. انا لحد النهارده منزل 3 شكاير او شكارتين ونص. شكارتين ونص في فدانين؟ في فدانين وما بكدبش على حد. ما يخصنيش ان اكدب. صاحب ارض انا بتكلم ليه؟ لا انا في مصداقيه يعني. انا بقول لك اسال مجرب. انا نازل اسال فلاح. يعني شكارتين ونص واللي هياخدوا كمان شكار ان انا طيب بيها كمان. واللي عاوز يجي يزور الارض ويتعرف على النتائج هترحب بيه؟ هتستقبله؟ هي الارض بترحب باي حد مش انا. انت راجل. هي ارض خير كلها. الحمد لله. ربنا يبارك لك. ربنا يوسع. يعني الفاصوليا حساسه اكتر من الفراوله. مزروعه على 1500 درجه ملوحه. قال لي حطيت تلت التسميد شكارتين ونص ثلاثه لفدانين. وبسم الله ما شاء الله فاضل له 10 15 يوم على الجمع يقول الفاصوليا تكون طابت وموجوده. النهارده واحنا بنتكلم على نموذج حي وحقيقي لنجاح تجربة استخدام معالج الماء المغناطيسي. هي ما بقتش تجربة. هي بقت واقع ملموس. دي نتائج على الأرض. الفلاح بيشيد بيها. الزرع نفسه بيرد على كل الاستفسارات. تعالوا مع بعض نشوف كده بالكاميرا شكل الفاصوليا وهي مزروعة على نسبة ملوحة 1500. عندك لغايه 2000؟ طبعا وصلت ل 2000 2400. وبعدين بعد ما جبت الجهاز النسبه طبعا قلت خالص. قلت كتير. يعني انا عايز الكاميرا تروح وتشوف وتشاهد. انا وانا بتكلم دلوقتي على ان انا يبقى عندي انتاج. اهو الانتاج موجود في الارض. اهو الخير. نسبه ملوحه وصلت ل 2000. ده معناه ان انا لما باجي ازرع ببتدي ازود اضافات. ابتدي احط مقاوم للاملاح. طبعا ده جربته قبل كده جاب نتيجه. كان مكلف. اخباره كانت ايه معاك؟ هو كان مكلف بالنسبه لمعالجه الملوحه المبيدات والكلام ده. وكانت مكلفه جدا يعني. زود نسبه الكالسيوم معايا في الارض وقلل نسبه الملوحه فعلا يعني. زود نسبه الكالسيوم وقلل نسبه الملوحه. طبعا. انت حللت مره ثانيه بعد استخدام الجهاز؟ لا انا بالفعل ما حللتش. بس لسه باشمهندس لسه محللها دلوقتي الحمد لله. يعني النتيجه قلت خالص على الاول. وانت شفت النتيجه بعينيك فانت خلاص اطمنت. فمش مش محتاج ان انت تحلل. مش محتاج ان انا احلل. شبكه الري عندي هنا بالنسبه لوضعها برضو اختلف؟ طبعا الشبكه اختلفت فعلا. الاول كانت نسبه زياده الملوحه كانت بتخلي النقطات تتسد. تمام. فلما ركبت انا الجهاز نسبه الملوحه اللي كانت بتظهر على النقطات خفت خالص على الاول. انت مركب الجهاز بقالك 3 شهور صح؟ بقالي 3 شهور. طب انت شايف ان دي فتره كفايه عشان نحكم على مردوده؟ هو المفروض ان هي فتره كفايه حلوه يعني. بس ما بالنسبه للخضار بنت فيه نسبه الجهاز بسرعه. بسرعه. زرعت قبل ما تستخدم معالج الماء المغناطيسي او جهاز دلتا ووتر؟ زرعت قبل ما تجرب التقنيه دي؟ ايه اللي حصل في الزرع ده؟ لا الزرع من بعد ما زرعنا قبل ما نركب دلتا ووتر كان بيهدر معانا في انتاج المحصول. تمام. بنسبة يمكن يعني حوالي 40% او 50% كان فاقد في المحصول. بس من بعد ما ركبنا الفلتر المحصول بنسبة 100% ناجح. بسم الله ما شاء الله. بتزرع اعلاف يعني عندك ثروة حيوانية. انت عندك ايه مربي ايه هنا؟ عندي ثروة حيوانية سيادتك. مربي ايه؟ ماشية ولا بقار ولا اغنام؟ بقار ومربي اغنام والاثنين سيادتك يا فندم. الاثنين. رفع الانتاج عندك قد ايه الجهاز؟ رفعها بنسبة 100%. تأثيره ايه بقى على الحيوان نفسه؟ يعني الحيوان لما بياكل حاجة فيها غذاء ما فيهاش طعم الملوحة بيستسغها بيقبل عليها في معدل تحويل اكتر في اللحم في انتاج الالبان. حسيت ان الحيوانات نفسها اتغيرت عندك؟
طبعا اتغيرت، وبعدين ما كانتش تاكل بالنسبه للحشائش دي ما كانتش تاكلها بالكامل. كانت تسيب منها في الارض وتهدر منها في الارض، تسد نفسها بالظبط. فمن بعد ما ركبت الجهاز بقت نسبه الزراعه كويسه، فكانت نسبه الاقبال عليها في الاكل بالنسبه للمواشي كانت اكتر طبعا. تزرع حاجه غير البرسيم؟ زرعين بصل سيادتك هناك. البصل اخباره ايه بقى؟ لا البصل تمام 100 100. انا كنا نزرع بصل كان يعني 40% من الشتلات كانت فاقد. 40%؟ كانت فاقد. من بعد الدلتا ووتر، الجهاز دلتا ووتر، بقت نسبه الانبات 100%. بسم الله ما شاء الله. التسميد اخباره ايه عندك هنا؟ انت بتصرف اسمده ولا بتجيب اسمده حره، ولا انت يعني بتسمد ازاي؟ ايه تسميدك؟ احنا تسميد ده من بره، اسمده حره من بره. اسمده حره. بتحط بقى كميات قد ايه؟ ايه الاضافات اللي في الدنيا؟ والله احنا ماشيين ببرنامج حسب المهندس ما بحط، يعني حسب اللي بلغنا. البرنامج اللي انت ماشي عليه، برنامج المهندس بيحطه انت بتنفذه. بالظبط، بنفذ البرنامج بحطه المهندس. شايف ان بعد استخدام الجهاز انت ماشي على هو نفس البرنامج، ولا قللت في النسب، ولا ماشي زي ما انت؟ لا قللت طبعا. وبعدين كنا نحط المعالج ملوحه بنسبه عاليه. دلوقتي علينا سيادتك زي ما انت شايف ما نحطش معالج ملوحه. ما نحطش معالج ملوحه كده قلل التكلفه معاك اللي انت كنت بتصرف. طبعا طبعا. عارف انا البرنامج بتاعي اسمه اسال مجرب. حبيت لما اجي اتكلم على تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي او التقنيه المغناطيسيه اخرج بره المعمل، واخرج بره الدعايه للمنتج. حبيت ان انا انزل اسال الناس اشوف ايه مشاكلها، حلتها الجهاز ده، جاب نتيجه معاها. فالنهارده انا عايز اسالك سؤال مباشر، انت شايف ان ده فعلا ساعدك، حل لك مشكله، حاسس ان التقنيه دي فعلا بتفيد الزراعه؟ طبعا طبعا. انا ما كنتش عارف ازرع ولا كنت قادر ازرع الاول. من بعد الجهاز زرعت، وزرعت بنسبه عاليه جدا، لانه خلاص كده. انا الاول كنت ازرع كميه مساحه ضعيفه تمام عشان ما يهدرش معايا في المحصول. من بعد الجهاز الدلتا ووتر بقيت ازرع بكميه جامده جدا. شهادتك دي على شاشه مصر الزراعيه هيسمعوها، وممكن في ناس تكون في الاقصر عندها نسبه ملوحه عاليه في الميه او في التربه، فتكلمك وتحاول تستفيد من التقنيه دي. بالظبط بالظبط. يعني انت ترضاها برضو ان هي في الاقصر قرايبك واهلك يستخدموها؟ طبعا ان شاء الله باذن الله هيكون انتشار واسع جدا جدا باذن الله. الفلاح المصري عليه دور كبير جدا ان هو ينجح الزراعه، لان الفلاح المصري ما بيعرفش يقاس، بيشتغل وبينتج ايده على طول في الارض. انت من المنيا اساسا؟ انا من المنيا، من هنا، من مواطن من المنيا، من عزبه حمد عزاجه. والجهاز ده اثبت جدارته حتى في زرع البطيخ، لان البطيخ اصلا ما بيحبش الملوحه نهائي. حتى بنسبة بسيطة جدا لا ما بيتحملهاش. فجربنا برضا من بعد كده الزراعة، لقينا الزراعة برضا ناجحة مع الجهاز دوا، وقوي حتى في ميته، وفي تحلية، في التحلية أكتر مع جميع التربة. بس حاجة أنا عايز أقول لك عليها، المشاهدين لما يشوفونا دلوقتي، أنا لسه ما سألتكش ولقيتك بتجاوب، ده أنا محفظك الكلام ده؟ لا يا باشا، ما دي اسبق شهاده. لا دي شهاده من الدين، لان احنا في الزراعه من يومنا. ده جدا عبر عن دي بقى. الارض دي انا شايف ان الارض طبيعتها صخريه، ارض حجريه حجريه، وهي الوقت حاليا الارض دي صالحه لجميع الزراعه. بسبب ايه بقى؟ بسبب ان هي خدمتها في الاراضي، لان الناس دي اللي هي قعدت وخدت وصلحت الاراضي دي، جاهدت بتحليه، بجيب سماد، بفك التربه، بعناصر، باضافات كثيره جدا من ناحيه العناصر، البوتاسيومات، الجهاز التحليه ده برضه ابتدى. انت مالك قد ايه هنا في الارض دي؟ انا دي لي 12 سنه. بسم الله ما شاء الله. احكي لي بقى قبل تركيب الجهاز كان ايه اللي بيتزرع وشكله ايه؟ كان بيتزرع كل حاجه، بس ما كانش طبعا الملوحه كانت طاغيه علينا في حكايه قبل الجهاز. اي زرع كان بيحرق معانا في الاول، حتى في السبله والله عند الورقه كان بيحرق نفس النبات ده، ما اصلحش في زراعه. حتى الرمان نفسه برضه بقي متحمل ايوه الملوحه، لكن بعينه كان يتاثر حتى في المحاصيل، ما كانش تبقى فيه محاصيل. حتى الرمان نفسه؟ حتى الرمان نفسه، لان احنا قلعناه في اول. لو الجهاز ده كان بقي 10 على 10. كان عندك رمان وقلعته؟ ايوه والله قلعنا الرمان دي، الاراضي دي كلها كانت مزروعه رمان. لو الجهاز كان موجود كان زمان الشجر كان يشتغل 10 على 10. ما بتفكروش بعد ما انتوا جربتوا الجهاز والتقنيه دي؟ بالنسبه للمانجا ان شاء الله باذن الله، وهنزرع عنب باذن الله. انا معجب قوي بالحماس اللي عندك. انت يعني بتقول لي هنزرع، وقبل ما نسالك والله هنزرع باذن الله. هنزرع. برسيم اخباره ايه؟ جاب معاك كم حش؟ لا ده حاليا بيستمر 6 سنوات. الربيع الحجازي ده بيمر 6 سنوات. بنحش كل قد ايه؟ بنحش كل 30 يوم. كل 30 يوم واحنا في الشتاء ده على طول كويس. معدل كويس جدا. ممكن في الصيف على الاقل كمان. لا بالنسبه للصيف باستمرار، انت تخش تخلص من هنا ترجع من هنا.
انت مقتنع بفكره الجهاز دي؟ أيوة الفلاح صعب. أيوة ان انا اقول له تعالى جرب. انت انت اتولدت في الارض يعني. انا 10 على 10 يا باشا الجهاز ده. تقول ايه للفلاحين عنه؟ اقول للفلاحين اللي مركبش جهاز يركب لتحليه الميه، لان ده جهاز مهم جدا، مهم جدا بالنسبه للملوحه. كنت بتستخدم الميه هنا وتعمل منها الشاي او تشرب منها؟ لا 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 ما كنتش تقدر تعمل كده. لا الوقت حتى انت نفسك بتتوضى ما كنتش تقدر تتوضى منها حتى الوضوء. اه خواص الميه اتغيرت. خواص الميه بقت 10 على 10. واحنا موجودين في قلب الصحراء بنتكلم دايما ازاي ان احنا نستفيد. لما تشوف ان احنا عندنا ثروه حيوانيه ونشوف ان بنوفر لها الاعلاف، يبقى انا محتاج ان انا استفيد استفاده قصوى. بمعنى ايه؟ بمعنى نقل الاعلاف ودخولها لاماكن داخل الصحراء ده مكلف، وان انا لما ازرعها هنا لازم استفيد من الارض ان انا ازود الانتاج من نفس وحده المساحه وبنفس كميه المياه اللي انا بستخدمها. النهارده عشان ازرع برسيم في المكان ده بيواجهني صعوبه. طبعا بقالك قد ايه بتشتغل هنا في الزراعه بالنسبه للبرسيم؟ وايه اللي بيحصل من موسم للتاني وبعد استخدامنا لمعالج المياه المغناطيسي ايه الحال؟ خصوصا ان انا شايف ان البرسيم ما شاء الله يعني شكله مختلف، يعني الكاميرا لو تتحرك معايا لا انا عندي معدل الخضار مع اللون التماسك قوه الاوراق، فانا عندي محصول تحس ان هو ممتلئ. ايوه ان شاء الله. هو الحمد لله يعني البرسيم عند العالم كلها توقف من البرد وكده، لكن هنا الحمد لله ماشي من الجهاز وبيدروا غذاء كويس. الاول بقى يعني الارض هنا انا كل لما ادخل واتكلم مع مزارع يقول لا ده في نسبه ملوحه مرتفعه، الارض كان بيبقى باين عليها الملح. احكي لي ايه المشاكل كانت عندك هنا في الزراعه؟ كان البرسيم كان مقرمد وكان واقف ما بيمشيش ما بيعلاش. مقرمد يعني ايه بقى؟ قصير قصير قصير. ايوه فما بيعلاش معاك فما فيش حشيش. لا ما فيش، ما كناش بنعرف نلم العلف قد كده. انت بتحشه دلوقتي في الشتاء كل قد ايه؟ كام حشه دلوقتي؟ هو ماشي على 35 يوم بالكتير خالص. 35 يوم وتاخد منه حشه؟ اه باخد منه حشه. وفي الصيف؟ لا في الصيف الانتاج بتاعه سريع 25 يوم. 25 يوم يعني احنا عشان في الشتاء دلوقتي 35 يوم بياخد حشه، في الصيف 25 يوم اسرع بياخد منه حشه. يعني انا هستاذنك اهو، يعني ايه الفرق؟ يعني انا عايز اعرف ايه الفرق دلوقتي ما بين ده وما بين البرسيم اللي كنت بتزرعه قبل استخدام معالج المياه المغناطيسي؟ لا ما كانش فيه خضار بالطريقه دي. اه كانش بيبقى، كان بيبقى لمؤاخذه العود ناشف. لكن دلوقتي العود تخين ونسبة الخضار فيه زيادة. المواشي اللي عندك نوعها ايه؟ انت عندك ايه؟ اغنام ولا ابقار؟ عندي ابقار واغنام. ابقار واغنام. لما بتقدم لهم البرسيم ده في اقبال عليه اكتر؟ معدل التحويل بتاعه اكتر؟ بتحس ان في قيمة غذائية ليه؟ ايوه في طبعا. في حاجة تختلف؟ لا بتغير عن الاول كتير. يعني انت لما بتقدم حاجه للحيوان فيها نسبه ملوحه في الميه او في الاكل ما بيبقاش مقبل عليها؟ اه طبعا ما بيبقاش طبعا. انما دي لا دي ما بيخلوش منه حاجه. يعني احنا زي ما احنا شايفين دي العيدان نفسها، العيدان لسه طالعه وممتلئه وفيها نسبه ميه، يعني تحس ان المحصول نفسه مرتوي. اه بقاله 15 يوم. دي 15 يوم واصلين للانتاج ده. المساحه قد ايه اللي انت زرعها برسيم؟ انا معايا ان شاء الله 8 فيادين واربعه جداد لسه. ربنا يبارك لك. الجهاز جايب معاك نتيجة من أول الأرض زي آخرها؟ كلتها واحد. كلها واحد؟ كلتها واحد. في مشاكل قابلتك في الجهاز؟ يعني أنت في مصاريف تانية بعد ما ركبته بتحتاج له صيانة؟ لا لا ولا تسميد حتى ما بحطلوش، ولا كل سنة أحط له بخت بتاع سباق بلدي. أنت عرفت منين إن الماء دي مالحة؟ ال 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 طبعا هي بتبان في الشرب وبتبان على الشجرة. الشجرة تبص لها بتطلع كمية نواشف كتيرة بتنشف. لما ركبت الجهاز ده الملوحه قلت، الشجر بطل ينشف، كان الاطراف دي كانت بتنشف ونقصها. ولما ركبت الجهاز بدا النمو الخضري يبقى زي ما هو، ما يجراش لي حاجه. انت حللت بقى الميه؟ حللتها طبعا. كان احنا في الارض الوردي بنزرع فيها عنب، واخد بال حضرتك؟ فحلناها، خدنا الميه اللي شغاله، المهندس خد الميه. البير ده اللي عليه الجهاز قال لي 700، في بير تاني هناك قال لي 1200. تمام، خدت بال حضرتك؟ فقلت باذن الله اركب جهاز على الارض اللي هناك عشان العنب الابيض بالذات بيحب ميه حلوه، لكن الاحمر ممكن يستحمل اللي فيها ملوحه دي. ماشي معاك. اه اللي هو انت دلوقتي نسبه الملوحه مرتفعه فاثرت على الاشجار، فانت ابتديت تدور على حلول. طبعا عرفت الحل ده ازاي؟ مين اللي قال لك ان انت تعالى هتركب جهاز جديد هيعالج الميه؟ هو ده الفلاح اللي انا بقول عليه تطور. والله انا يعني لقيتها في الاعلانات، فطبعا معايا مهندس صاحبي فبقول له ايه ده؟ قال لي في اجهزه وجاب لي كذا نوع، يعني
كتالوجات. قلت له هات ده، جاب ده. الكلام ده بقاله حوالي 3 سنين او اكتر شويه. يعني الجهاز بقاله 3 سنين عندك؟ في الثلاث سنين دول ايه اللي حصل في الانتاجيه؟ زادت. اهم حاجه الشجر بطل ينشف، بطل ينشف، بطل يجيب حاجات ناشفه. ما هو الاخضر ده كان بينشف، والاخضر ده اهم حاجه، هو اللي هيطلع الثمره. ولذلك تلاقي المحصول السنه دي زايد مثلا حوالي 70 80 طن عن قبل كده. بسم الله ما شاء الله. عمل زياده في الانتاج ومصاريف التكلفه بقى، وما قالوش لازمه، حاجات كلها رخيصه يعني، مش على الجهاز نفسه. انا بتكلم بقى على الصرف، ان انا كنت بحط مضادات للملح، بزود السماد، الحاجات دي قللت. طبعا قللت الحاجات دي كلها، قلت. وانا موجود دلوقتي كنت بتكلم عن اشجار الزيتون، ولكن بصراحه انا فوجئت. قالوا لي تعالى، ده احنا عندنا هنا المواشي كان في مشكلة بسبب ان نسبة ارتفاع نسبة الملوحة في المياه بتخليه مش مقبل على الشرب، وبيبقى الحيوان بيشرب وهو متضرر. طب انتوا عملتوا ايه؟ قال احنا فكرنا زي ما الزرع بيستفيد، قلنا طب ما الحيوان كمان يشرب من المية المعالجة مغناطيسيا. يعني الفكر ده عجبني، ان احنا بنتغلب على المشاكل بتاعتنا. احكي لي بقى زي ما انا قلت كده، بس بحال اللي حصل عندك، ايه اللي حصل؟ وحضرتك انا قبل كده كنت بربي البهايم، فما كانتش ماشيه معايا في النمو يعني. فبعاني من مشكله الميه في الزيتون وفي مع المواشي. فانا لما سمعت على الجهاز اللي هو بتاع المعالج المغناطيسي اتصلت على طول بدلتا ووتر، ف بعت لهم الثمن في البنك يعني، وبعت لي على طول دي اجراءات الشراء. انما انا عايز اتكلم على التفاصيل. انت هنا عندك حلاب ولا عندك التسمين او لا؟ والله هو تسمين لكن في واحده بس اللي هي الام، بس اللي هي الحلابه يعني. التسمين بقى معدل التحويل كان النمو عامل ايه؟ بيديك كام كيلو في اليوم قبل ما تستخدم الجهاز؟ في الاول انا حقيقة انا مزارع عادي، ما بحسبش يعني، او ما عنديش لسه، ما جبتش ميزان يعني، والكلام ده كله ما بتسجلش. بالنظره كده انا حسيت فعلا بفرق كبير يعني. ودلوقتي لما بيجي الحيوان ياكل ويشرب بتحس ان هو في اقبال اكتر على المية؟ بيقبل على الاكل كمان، بيقلب على الاكل وبيقبل على الميه، ما فيش مشكله بالنسبه للميه خالص. بالنسبه للكرش والمشاكل اللي بتحصل ساعات بيبقى في سوء هضم ولا الكلام ده كله؟ لا مفيش عسر هضم. الحاله العامه نفسها تحسن. والتبول عادي جدا، ما فيش فيه مشكله خالص يعني. لما ابتدي ابحث عن حلول وادور على العلم، لا العلم موجود وموجود في مصر، ونقدر من خلال استخدامه ان احنا ننتج ونزيد في الانتاج، وان احنا نقدر ان يبقى بنقلل الفجوه الاستيراديه من محاصيل كتير. انا موجود في منطقه النوريه، بتكلم على محاصيل اعلاف، محاصيل الغله او القمح، رغيف الخبز المواطن المصري، محاصيل زي اشجار الفاكهه. ده كله انتاج، ده كله خير موجود في بلدنا. شكرا.